قصص عربية. الخبز الذهبي. في يوم من الأيام في قرية صغيرة عاشت سيدة تدعى ميريان مع ابنتها الوحيدة نارسيسا. كانت ميريان لطيفة ومتواضعة، لكن نارسيسا كانت عكسها تماماً. وكما ترون كانت جميلة جداً، كانت كالدمية المتحركة، وكان الأكثر عجباً أنها أحبت نفسها جداً. نارسيسا، هل ساعدتني في الخبز؟ ها؟ هذا مستحيل، الدقيق يخفي جمالي وبريق عيني. نارسيسا، هل ساعدتني في زرع الحبوب؟ ماذا؟ لماذا أفعل هذا؟ ماذا لو اتسخت أصابعي الجميلة؟ والأسوأ، ماذا لو اتسخ وجهي؟ كانت تلك مشكلة نارسيسا، تعتقد أنها أفضل من أن تعمل. تقدم العديد لطلب الزواج منها، حيث انتشر أمر جمالها بعيداً، لكنها رفضتهم بكل وقاحة. لماذا رفضت هؤلاء الرجال بالأمس؟ كانوا لطفاء. أنت تمزحين يا أمي، أحدهم لديه عينين صغيرتين كطائر تقريباً، والآخر لديه أنف كبير، لا أريد أن أكون بجانبه إذا عطس. والأخير؟ كفى، لا أريد سماع المزيد. كل ما أعرفه أنهم كانوا لطفاء جداً. عزيزتي، عليك معرفة أن الجمال ليس كل شيء. أمي، فلتدركي أني أستحق أن أتزوج أميراً أو فارساً. أولى. وفي ليلة عندما نامت، جلست أمها بجانبها تنظر إليها. ابنتي العزيزة، أنت فتاة جميلة جداً، لكنك لا تهتمين بشيء سوى جمالك. وفي تلك اللحظة بدأت نارسيسا في الضحك وهي نائمة. كانت أمها مندهشة جداً. هذا لطيف، لابد أنها تحلم حلماً جميلاً. في الصباح التالي عندما استيقظت نارسيسا كانت مبتسمة وتضحك. أخبريني بما حلمت ليلة أمس يا عزيزتي؟ يا أمي، كان حلماً رائعاً. تعرفين، كان هناك أمير توجه إلي وطلب الزواج مني، ولقد أتى في عربة ذهبية، وكانت ملابسه مصنوعة من الذهب بالكامل. حلم سخيف. وأتعرفين أفضل جزء؟ عندما ارتديت فستاني المصنوع من الذهب أيضاً، كان الجميع يحدقون بي أنا فقط. نارسيسا، لا شيء رائع بهذا الحلم، لقد كان حلماً أنانياً جداً. أمي، لا تعرفين ما تقولين، هذا الحلم جعلني أدرك أنني أستحق طعاماً أفضل مما أتناوله هنا، خبز مصنوع من الذهب، فقط تخيليه. كانت ميريان المسكينة قلقة بشأن ابنتها، كيف ستعيش حياتها؟ في هذا اليوم جاء صديقان لزيارة ميريان، كان ميلي وتيري، ثلاثتهم أصدقاء منذ عقود، لكن تيري وميلي لديهما سر، كان يستخدمان السحر، ولم تعرف ميريان شيئاً عن هذا حتى الآن. تيري، ميلي، أنا سعيدة لرؤيتكما، مر وقت طويل، صحيح؟ صحيح، كيف حالك؟ أنا بخير تماماً، ولكني سأكون أفضل لو... لو ماذا؟ لو أن ابنتي العزيزة نارسيسا كانت أكثر نضجاً. أخبرت ميريان صديقيها عن قلقها بشأن ابنتها نارسيسا. تود أكل خبز مصنوع من الذهب، ماذا أفعل لها؟ حسناً، ربما إن تحققت أحلامها. سيكون رائعاً، صحيح؟ حسناً، لا يهم،
أعتقد أنها ستنضج وتتعلم. لنتحدث عن شيء آخر. وبعدها لوح تيري وميلي مودعين صديقتهما وغادرا، ويبتسمان لبعضهما سرا. في هذه الليلة الأم وابنتها استعدتا للنوم. أمي، أنا أتمنى حقا أن يتحقق حلمي. أوه نارسيسا. في اليوم التالي كانت نارسيسا ووالدتها بالخارج في الحديقة، حيث تتوجه نحوهما عربة ذهبية كانت مرصعة بالجواهر والماس، لها بريق ساطع. توقفت ليخرج رجل وسيم وينظر إلى نارسيسا. كانت مندهشة تماماً لشدة وسامته. أمي، أمي، إن حلمي يتحقق بالفعل. ماذا؟ مرحباً، لقد جئت هنا لأطلب الزواج من نارسيسا. لكن كيف عرفت اسمها؟ ومن أنت؟ أنا تيرانس، أملك ثروة كبيرة، اسمها وجمالها منتشران حول العالم. تفضلي، هدية لك. أوه ياه، أنا أود جداً 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 أن أتزوجك. ماذا؟ لكن أنت لا تعرفينه، لا يمكنك هذا. أوه هذا سخيف، إنه غني ووسيم، ما الذي ينقصه؟ تيرانس، أقبل الزواج منك. وهكذا استقلت العربة معه بدون حتى أن تودع والدتها، غادرت مع الغني. وأثناء السفر عبرت العربة خلال بوابة سحرية ووصلت إلى منطقة عاصفة، فاصطدمت العربة بشدة وشعرت نارسيسا بالخوف. أوه لا، ما هذا؟ ماذا يحدث؟ لا تقلقي يا عزيزتي، كل هذا سينتهي قريباً. وكما قال تماماً، عبرت العربة خلال بوابة أخرى حتى وصلوا أخيراً إلى قلعة كانت ذهبية وضخمة ورائعة، ونارسيسا مندهشة جداً لما تراه. ياه، هذا جميل جداً، علمت أني أستحق هذا. هذا سيعجبك، كل ما تريدين ستجدينه هنا، من أروع الفساتين وحتى ألذ الأطعمة، كل هذا في قصري. ياه، بمناسبة الطعام، أنا جائعة جداً الآن، أريد الطعام، هل يمكن تناول طعام لذيذ؟ بالطبع، الآن قابلي ميلي. ميليسا، ستلبي لك كل طلباتك. أهلاً نارسيسا، لقد سمعت الكثير عنك، أنت متعبة وجائعة أيضاً، تعالي فلنذهب لطاولة العشاء، سأحضر لك طعام. شكراً. ذهبوا إلى غرفة الطعام، وحينما وصلوا رأت نارسيسا طعاماً كثيراً لم تراه من قبل. الطعام يبدو رائعاً. لأنه كذلك، المربى مصنوعة من الياقوت، والسلطة من الياقوت، وهذا الخبز مصنوع من الذهب. خبز ذهبي؟ هذا جميل، هذه المربى ستكون لذيذة مع الخبز. أخذت قطعة ووضعت عليها المربى، وأخذت قضمة كبيرة. إنه صلب جداً، تناوله مستحيل. حسناً، إنه مصنوع من الذهب الخالص وأفضل نوع، إن لم تستطيعي أكله أجلب لك خبزاً فضياً. فضي؟ لما لا تأكلين شيئاً آخر؟ لكن أريد خبزاً طبيعياً، خبزاً يمكن أكله. لا، من ستكون زوجة سيدي عليها أكل الذهب فقط، عليك أن تأكلي الأفضل. نظرت نارسيسا إلى كل الطعام لكن حزنت لأنه لم يكن صالحاً للأكل، وبدأت في البكاء سريعاً. دعني أرحل، لا أريد هذا. ولكن الطعام جيد، هيا جربي البطاطا الذهبية، إنها لذيذة.
وبعد أن نتزوج سيكون عليك أكل هذا. ظننتك تحبين الأشياء الثمينة. لا لا لا، أريد الزواج منك، أريد العودة لأمي. أعدني للمنزل. ميليسا وتيرنس نظرا لبعضهما وغمزا. حسناً، إن كان هذا ما تريدين سأعيدك للمنزل. أخذ تيرنس نارسيسا للبيت وهي تبكي، وفي العربة بدأت التفكير في كل اختياراتها السابقة. وحينما وصلت للمنزل رقدت لمعانقة والدتها التي تجلس في المنزل حزينة. أمي، أمي، لقد عدت. نارسيسا ابنتي الصغيرة، ظننت أنني لن أراك مجدداً. أنا أحبك جداً يا أمي، كنت محقة. المظهر والثروة ليس كل شيء. الخبز الذهبي كان غير مفيد، وهذا الرجل حتى وإن كان وسيماً لم يهتم بي إطلاقاً. يا عزيزتي، هل أدركت أنك كنت تعاملين الناس هكذا؟ أعرف، آسفة بشأن ما فعلت يا أمي. حسناً، لا بأس، أنت تعلمت من أخطائك، هيا فلتأكلي شيئاً لذيذاً. ومنذ ذلك الوقت تغيرت نارسيسا تماماً. عانت في بداية الأمر، لكن بعدها بقليل بدأت تصبح ألطف كثيراً. وفي يوم جاء تيري وميلي لزيارة ميريان ثانية. أوه، مرحباً بكما. إذن أخبرينا الآن، كيف حال نارسيسا؟ أخبرتهما ميريان بكل ما حدث. وتغيرت كثيراً منذ ذلك الوقت. فعلاً. أعتقد أنها لا تريد خبزاً ذهبياً الآن، ها؟ أتعرف يا تيري، أنت فعلاً تشبه ذلك الرجل. ما الذي أقوله؟ إن هذا مستحيل، أنتما لطيفان. هاهاهاها.